مع تعاظم النزعة الاحتكارية للسلطة، بات الكلام عن مسؤولية فردية أو أخطاء فردية في السجون أو حتى خارج السجون مجرد كلام عبثي لا أساس له، لأن اليوم هناك مسؤولية واضحة تتحملها الدولة ممثلة في الملك الذي هو مرجع السلطات عموما، وهو من فوض ابنه لتولي كثير من المهام الأمنية والسياسية والاقتصادية. وبالتالي لا يمكن الحديث اليوم عن مجرد أخطاء فردية. اليوم التعذيب هو عمل مؤسسي، وأيضا مسؤولية ما يجري داخل السجون هي أيضا مسؤولية محددة. لا يمكن وضع لائمة على مسؤول هنا أو مسؤول هناك أو فرد هنا أو فرد هناك، هي في الواقع مسؤولية جماعية يتحملها النظام بأسره. وبالتالي يجب أن توجه أصابع الاتهام للمسؤول المباشر عن التعذيب داخل السجون السعودية.